مساء الخير واهلا بحضراتكم. النهارده معايا ضيف الحقيقه انا بحترمه جدا، بحترم وبحب اسمع تحليلاته في الامور الخاصه بالدوله والامور الخاصه في كل ما يخص امن مصر. الحقيقه دايما ضيفي اللي هو سمير فرج بيبقى عنده شيء جديد ويبقى عنده تحليل من منظور مختلف، تحس ان هو بيخاطب بجد فكرك، يعني تحس ان هو تحليل عميق نابع من خبره ومن دراسه ومن فهم ومن قراءه. هو ضيفي النهارده ست اللي هو سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. وما فيش الحقيقة أهم من هذا الوقت إن إحنا نسمعه ونسمع هو شايف العملية الأخيرة، العملية الخسيسة اللي حصلت في سيناء إزاي، وشايف مدلولها إيه، وشايف إذا كنا هنواجه حاجة من هذا النوع برضو في الفترة اللي جاية ولا لأ. يعني هو موجود معانا النهارده للتعليق على المشهد، اسمحوا لي ان انا ارحب بيه. ست اللي هو منورنا، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا اول حاجه عايزه اتكلم فيها العمليه الارهابيه الخسيسه اللي تمت بالامس. شايف هذه العمليه ازاي؟ وفي ناس بتقول لك عوده العمليات، هل هي عوده العمليات ولا بتعلق عليها ازاي؟ بص، عايز اقول لك حاجه. امبارح كلنا نمنا في مصر واحنا متعكنين حقيقي. انا 12 شاب مصري اهله علموه وربوه، سواء جندي او ضابط، وبعتوه جبهة عشان يحارب ويدافع عن مصر، وبعدين يقتل بمين؟ بإيد مصرية. وشفت أعمارهم. وأعمارهم طبعا. فالحقيقة ده أزعجنا قوي امبارح. إنما الموضوع ده أنا عايز أربطه بحاجات كتيرة جدا. أول حاجة، أنت عارفة الإرهاب دايما بيغير كل مدة تكتيكاته، أساليبه، أدواته، الأماكن اللي بيشتغل فيها. والنهاردة يمكن أو امبارح طبعا مكان جديد ما كانش مسرح العمليات. فبالتالي طبعا احنا متوقعين. هم الفترة اللي فاتت بقى لهم شهر كل العمليات الصغيرة اللي اتعملت اتمسكت، اتدمرت من قبل ما تبدأ. فحقيقي كان حصل لهم احباط جامد. فالمرة دي قرروا انهم يعملوا عمل كبير، وبالتالي خدوا مكان مختلف. انا عايز اربطه بقى بحاجة ما حدش ربطها يمكن في مصر. قبلها بعدة أيام السفارة الأمريكية التحذير عملت إيه؟ تحذير. وبعدين إحنا الأجهزة الأمنية في مصر سألت السفارة الأمريكية، يا أمريكان أنتوا عندكم معلومات؟ لا، ده إجراء روتيني. إجراء روتيني يعني إيه؟ الله، ده أنتوا بتقولوا إن بكرة أو بعده أو هيتعمل عمل. طبعا حصل بعد الخمس أيام من اليوم اللي هم كانوا قايلينه. لأن طبعا ليه؟ لأن اليوم اللي كانوا قايلينه كان احتمال تتم فيه هو الحد. الحد، ولكن بالتالي هم بقى الولاد خافوا لان كان في درجات استعداد عاليه، فاجلوا وراحوا عملوا. فلازم نربط دي، انا بقول لازم، مع التحذير الامريكي. خلاص، ده معناه ايه؟ ان هم كان في معلومه عندهم يا ست اللي هو ولا ايه؟ 100%. بصي، انا بقول لك ترامب قال ايه في المناظره الاخيره لهيلاري كلينتون؟ قال لها انتوا اللي عملتوا داعش في المنطقه. ولو مشينا من اول التاريخ هنلاقي انه اول من مين ادى اول فلوس لبن لادن؟ 5 مليار دولار ايام افغانستان، وتحول عليهم بعد كده. هم اللي قبل ده. امريكا مش عايزه مصر تعيش في هدوء. امريكا عايزه عدم استقرار لمصر في الفتره القادمه حتى 2018. وقلناها ده بناء على وثيقه امريكيه طالعه ان 2018 هيبدا الغاز المصري يطلع الى مستوى انتاج وتصدير 2020. فهم مش عايزين ده. واحد. الحاجة التانية، إدارة الشؤون المعنوية بتعمل حاجة كويسة، عندها جهاز قياس روح معنوية من أيام ما كنا موجودين. عايز أقول لك امبارح القياس والنهاردة الروح معنوية عالية فوق ما تتخيل، والقوات المسلحة بتقول إن الكلام ده مش هيهزنا. وبعدين عايز أقول حاجة، طول عمر التاريخ عمر معاملات إرهابية هزت نظام أو دولة، لكن هذا الكلام بيضعف في مصر وبيأثر على مصر الفترة اللي فاتت اللي جاية. يعني النهارده لما يطلع الخبر ده امبارح في كل وكالات الأنباء في العالم، لو في سايح جاي واحنا هنبدأ ايه الموسم الشتوي للسياحة، خلاص بيضربك قبل الموسم بتاعك، قبل ما احنا لسه هنبتدي نتنفس تاني. احنا خلاص 15 أكتوبر ده يبدأ الموسم السياحي، نص أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، دول فبيضربك. حاجة تانية، أي مستثمر جاي مصر لما يشوف ده امبارح هيعمل ايه؟ هيخاف. إذا بالتالي مش هيجي. فهو الضربات دي لإضعاف مصر. يعني الضربة دي معناها إنه في ممكن يكون في ضربات تانية جاية؟ لا لا لا، بصي يعني كلمة عودة العمل، لا لا، عودة العمل دي كلها، بصي احنا قلنا الإرهاب ممكن يقعد شهر، اتنين، سنة، اتنين، إنما هينتهي.
وزي ما قلت من شويه ما فيش دوله في العالم الارهاب قضى عليها او قضى على النظام. كله الكلام ده. انجلترا قعدت 7 سنين عندها عمليات ارهابيه. اكسفورد ستريت كنت بتلاقي العربيات مفخخه بتنفجر الصبح. كنا بننزل اندر جراوند بنتفتش، نخش السينما بنتفتش، نخش الكليه بتتفتش. اذا الكلام ده كله كان موجود. لكن احنا انا يعني مطمن ان القوات المسلحه جاهزه وقادره انها فعلا تقضي على الارهاب. والنهارده السيد الرئيس اكد في الاحاديث اللي عملها مع رؤساء تحرير الصحف، واحنا متاكدين القوات المسلحه مسيطره تماما، ولكن هنلاقي من وقت لاخر ممكن عمليه او اتنين، لكن احنا ده ما يقلقناش ابدا في الفتره القادمه. طيب النهارده بيت المقدس وانا عايز اعرف من حضرتك مين بيت المقدس وايه دول، اعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. مين بيت المقدس؟ ايه التنظيمات الموجوده عندنا تشتغل على الارض في سيناء؟ ايه علاقتهم بالاخوان الارهابيه وايه علاقتهم بداعش؟ لا بصي، داعش هي الاساس في المنطقه. ولو هرجع ورا شويه ونقول حتى عندنا في سيناء يا فندم. طبعا هي احد افرع اللي عندنا. يعني تقصد بيت المقدس هي فرع من داعش؟ فرع من داعش، داعش لها 9 افرع موجوده في كل المنطقه العربيه. ما عندنا طبعا في سيناء وفي ليبيا لها فرعين، فهي كل واحد بينشق، انت فاهمه؟ يعني ويقوم عامل مجموعه له ويقول انا عايز احط الخلافه الاسلاميه في هذه المنطقه. فاحنا برضو ما نقلقش، اللي انا عايز اطمن الناس والشعب المصري احنا ما نقلقش، لان دي كلها حاجات زي ما قلت مؤثره على الاقتصاد المصري، مؤثره على السياحه، مؤثره على الاستثمار، ولكن انا بقول ان اجلا او عاجلا مش هتستمر وهيقضى عليها. اسمحي لي النهارده انا عايز اقول لك حاجه، انا برضو عشان نقول للناس ان احنا كنا في ساعات في اوضاع أسوأ من كده بكتير، وهي اوضاع اي بعد النكسه 67 ما سبق حرب وانتصار 73. تمام. فانا اجيب لكم فيلم النهارده يمكن اول مره اتذاع في مصر. الفيلم ده قبل ما نعرضه عايزين نقول للناس بعض المصطلحات، لان فيلم طالع من مؤسسه اجنبيه غربيه، فالمصطلحات احنا مش متعودين عليها. لما هيجي يتقال في الفيلم حرب الايام السته نقصد بيها عمليات يونيو او حرب يونيو 67. ثانية واحدة، تاني لو لما نقول حرب الأيام الستة هم هيقولوا كده مقصود بيها عمليات 67. ليه الأيام الستة؟ لأنه في 6 أيام إسرائيل هزمت الجيش المصري احتلت سيناء، هزمت الجيش الأردني واحتلت الضفة الغربية، هزمت الجيش السوري وخدت هضبة الجولان في 6 أيام. فعشان كده بتسمى حرب الأيام الستة. لما جاء رئيس السادات عندنا حب يرد الموضوع ده، قال ايه بقى؟ واحنا برضو في حرب 73 حرب الست ساعات، ان احنا دمرنا خط بريف في 6 ساعات. الفيلم اللي هنشوفه دلوقتي لموشا ديان، وبرضو عشان الشباب اللي عمره ما شاف حاجه قبل كده، موشا ديان ده كان وزير الدفاع الاسرائيلي حرب 67، وكانت اياميها جولدا مير هي رئيسه الوزراء، وكانوا دول اكبر شخصيتين موجودين في اسرائيل حتى في التاريخ الاسرائيلي. هنشوف الفيلم عباره عن جزئين، هو 3 دقائق صغير، واحنا هنسيبه طبعا الناس تشوفه وده اول مره ينشر هنا في عندنا مصر. في البرنامج في يوم بيوم ده اول مره حد ينشره في اي مكان. انا اول مره اشوفه فعلا وجبناه، حد بعتهولي من بره ولقيته جميل، لازم نشوفه. لان هنشوف الاتي، موشا ديان وزير الدفاع الاسرائيلي بعد حرب 67 اللي هي بعد هنشوفه في حرب الايام السته. كويس، تمام. هي 67 67 منتصر، حقق انتصار رائع على الامه العربيه كلها، وبيتكلم بغطرسة وبغرور، وانه منتظر الرئيس المصري يجي عشان يوقع الاتفاقيات السلام. طب بيسألوه، طب احنا بعد كده، انا بس بدي الفكرة عشان الفيلم سريع مش عايز الايقاع يقع. وبعدين طيب الناس دي عايزة ترجع الارض بتاعتها بالمفاوضات؟ لا لا لا، يجوا يحاربونا. كل ده وبعدين في وسط هذا الحديث الرئيس السادات الله يرحمه بيقول ولا فرط في حبة رمل ولا شبر من الارض. وبعدين تيجي بقى 73 والحقيقه ده منهج كل الرؤساء المصريين عدا غير المأسوف عليه. بالظبط. تيجي بقى بعد كده النص التاني من الفيلم، بدأت حرب هما بيسموها عيد الغفران، وارجو احنا مسمينها حرب 73. انتوا هتسمعوها في الفيلم يوم كيبور او عيد الغفران، اللي هو العيد الديني في اسرائيل، اللي هو كان وقتها 6 اكتوبر، واللي احنا اخترناه للعمليه الهجوميه يوم 6 اكتوبر.
وهتشوفي بقى المزلة بتاعت موشا ديان اتغير ازاي وبدا يتكلم والجرحى بتوعنا والقتلى وان اسرائيل بتعدي في ظروف صعبه. بصي بقى قبل وبعد. يا ريت نشوف الفيلم. خلينا نشوف هذا الفيلم حصريا على برنامج يوم بيوم. طبعا ست اللواء سمير فرج جاب لنا هذا الفيلم حصريا علشان نشوفه هنا من خلال البرنامج، نشوفه ونرجع نتناقش. Well, what are going to be the next steps? Who's going to telephone who in order to secure a long-term solution for the Middle East problem? I think that we can wait for a call. I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. As far as I'm concerned, we are just happy as it is now. And if the others are happy, so that's it. But the others aren't going to be happy, really, oh, are they? Let them ring us up. מאדם פופולרי לאליל, לאלוהים. Diane then repeatedly rejected, out of hand, Egyptian demands for the return of their land. אם משום מה ההנהגה החדשה במצרים עוד החליט לחדש את המלחמה, אני על כל פנים לא הייתי רוצה להיות בצד השני של התעלה. בכל אופן לא הייתי רוצה להיות שם בלי צהל. תודה רבה. אני לא חושב שדיין היה האיש שהמציא את האווירה הזו, אבל דיין היה הסמל של האווירה הזאת. No one will capitulate here in this country. I am not ready to capitulate or to surrender one inch or a bit of sand from our land. לו אני הייתי צריך להמליץ בפני הממשלה לבחור בין לקבל את התכתיב המצרי המדיני בנסיגה או לקבל פתיחת אש מצרית, הייתי מציע לקבל את האש המצרית. On the 6th of October 1973, Yom Kippur, Egypt and Syria launched a massive attack. Israel was caught completely by surprise. Egypt succeeded in crossing the Suez Canal and destroyed almost all of the Israeli bunkers, a huge psychological blow. The fighting in the north against Syria was equally tough. Amidst chaos on the battlefield, Israel suffered more than 1,000 casualties in the first 2 days. The myth of the invincibility of the Israeli army was shattered. התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה, ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו. ואנחנו נלחמים על חיינו. باين جدا 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 الفرق ما بين الغرور الشديد والتعالي بعد 67 طبعا، وبعد كده ما بين الحسره بعد 73. مين اللي عمل الكلام ده؟ مين اللي عمل ده؟ الجيش المصري، الشعب المصري. الشعب المصري ده اللي عمل الكلام ده، ده اللي خلى موشا ديان اللي كان بيعتبر بطل في اوروبا، الشعب المصري خلاه كده. وشوف الحسره والإذلال اللي هو فيه اللي كان فيه. ده كان يوم 8 أكتوبر بعد ما قواتنا عبرت وحطت رؤوس الكباري. في صورة تانية بقى للمؤتمر الصحفي اللي اتعمل تاني يوم، يوم 9 أكتوبر، هو جولدا مير، وأعلنوا فيه هزيمة إسرائيل. وفي هذا اليوم حصل حاجة كبيرة جدا، إسرائيل عملت النيوكلير ريليس، قالت إن هتبدأ تستخدم القوة النووية. ولما قالت انها اتهزمت واعلنت، طبعا الناس تقول لك هل في دولة بتعلن انها اتهزم من رابع يوم قتال؟ ايوه، لانها كانت بتمهد
لاستخدام قنبلة نووية 5 كيلو للجيش الثاني و5 كيلو للجيش الثالث. عشان كده أمريكا تدخلت وبدأت تدفع بالعتاد والجسر الجوي. لكن الدرس ده نتعلم منه ايه يا ريهام؟ نتعلم منه ايه خصوصا اسمح لي اقول لحضرتك حاجه، يعني كلام حضرتك ماشي قوي مع المبادره اللي احنا اطلقناها هنا في قناه النهار، المصري الاصيل. حضرتك بتقولي اللي عمل ده الشعب المصري ككل. الشعب المصري النهارده في حاله برضو، معلش خليني اقوله بصراحه عشان يعني هنواجه نفسنا برضو بمشاكلنا. احنا عندنا حاله بقالنا 5 سنين يا ست اللي هو من الاستنفار ضد بعض. احنا ليه كده؟ يعني ليه بقينا كده وحنوصل فين واحنا في هذه الحالة من الاستنفار لبعض؟ وازاي نرجع روح الشعب المصري اللي وصلتنا لده واللي وصلت عدونا للصورة المهينة اللي بتبرد نارنا دي؟ ازاي نرجع الشعب المصري الاصيل تاني؟ يعني انا النهاردة لما شفت الفيلم ده حقيقي من كام يوم وحد بعتهولي من اوروبا، الفيلم ده طبعا مش احنا اللي عاملينه، لا واضح طبعا اوروبا بنفس المصطلحات الاوروبية، مش موش بتاعنا، ونفس حتى هم اللي قالوا ان الغرور بتاع موشة ديان. برضو الاوروبيين بيتضايقوا لما يبقى واحد عامل نفسه زي الطاووس وفجأة يبقى حاجة تانية. فطبعا بنفس المصطلحات، وانا اصريت في البداية ان احنا نقول ادي المصطلحات وادي الكلام اللي هم قالوه، لكن اللي عمل الفرق بين ده وده الشعب المصري، هو ده شعبنا. ايه هو زي ما انت بتقول بقى ايه اللي حصل لنا؟ ايه في ال5 سنين اللي فاتوا حصل التغير ده واصبحنا بنستنى البعض على غلطة قد كده؟ في مشاكل عندنا قوي، مشاكل كبيرة عندنا، الاسعار انفلتت بطريقة جامدة والمواطن حاسس بتعبان، عندنا البطالة كل بيت النهاردة ابنه اتعلم وعمل واوا وقعد جنب امه وابوه ما بيشتغلش، عندنا مشكلة الدولار، عندنا مشاكل كتيرة، انما ما كانش زي اللي شفناه في 67 ابدا. انت فقدت جيشك في 67، فقدت سينا بالكامل، فقدت كرامتك حتى في وسط العالم كله، رحلت 3 مدن باهلهم، نزلوا من بيوتهم مش عارفين رايحين فين، ورغم ذلك الشعب صمد وقال اهو، والنتيجه من غرور من ده لده بمين؟ بالشعب، بجيشه. النهارده ايه اللي حصل لنا؟ نعمل ايه علشان نستلهم الروح دي تاني؟ نعمل ايه عشان الشعب المصري يرجع مرة تانية للترابط والوقوف جنب البلد في صعوباتها؟ يعني احنا لازم نهدى شوية بقى، وبعدين الاعلام عليه دور كبير يعني فعلا. يعني انا بشوف برامج توك شو بتقلب، يعني فاكر انها شطارة انها تطلع اخطاء، طبعا الاخطاء موجودة في كل حتة، كل الناس بتغلط وكل الدول. هو مفيش كوربشن في اليابان وبتلاقي رئيس الوزراء ولا الوزير بيقوم ضرب نفسه او بينتحر؟ في كوربشن، في فساد في كل حته. هو ما فيش امريكا فيها ارهاب؟ ما فيش المانيا فيها ارهاب؟ ده انت عارفه كل يوم احنا بنفارق، وبتلاقي يعني بيسعدوا انه يكبر المشكله كلها. ده تلاقي الناس اللي بره بيقولوا الله انتوا في ايه في مصر؟ ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللي بيحصل في مصر؟ فاحنا اولا انا بعيب نمره واحد على الاعلام، ولازم الإعلام يهدي التون شوية، ولازم يبدأ يشعر المواطن بمصريته. وزي الفيلم ده النهاردة أعتقد كل واحد النهاردة بيتفرج على الفيلم ده في بيته شايف قد إيه إحنا شعب عظيم، مش بالكلام. أنا بدأ يجي لي تعليقات أهو على الإس إم إس من على الفيلم ده. أنت فاهمة؟ إنه ده فيلم هايل، إنه ده فيلم عظيم، ناس فعلا أول مرة تشوفه. ومش إحنا اللي عملناه، وأنا أصدت النهاردة لما أنت، أنا كنت فعلا بعد أكتوبر قلت مش هطلع تاني، لكن لما كلمتيني قلت لا لازم أجي. لا خاصة أنا بشكر حضرتك. لا أنا عارف، ولكن عشان نوري الناس الفيلم ونوري الناس العظمة بتاعتهم. فأرجو، وبعدين أنا شفت طبعا الهاشتاج اللي أنتوا عاملينه، هاشتاج رائع وكويس. وانا عايز اشارك فيه من ابقى من اول المشاركة. قول لنا مين المصري الاصيل؟ انا عايز اقول لك مين اللي بيعمل ايه. انا هقول لك اسم سير مجدي يعقوب. هذا الرجل فيري لو بروفايل، لا بتشوفيه بيطلع يتكلم ولا اعلام، وعمل، انا كنت في الاقصر وعمل جنبي مستشفى في اسوان، وشاف الويل في البيروقراطيه لحد ما انشا مستشفى القلوب بتاعه الاطفال في اسوان. الراجل ده وهو في انجلترا، يمكن معرفش الناس عارفة الكلام ده ولا لأ، عشان ياخد لقب سير ففوجئوا ان هو عنده جنسية مصرية مع الجنسية البريطانية. فقالوا له لازم تتنازل على الجنسية البريطانية المصرية عشان تاخد. قال لهم لأ مش عايز لقب سير في مصر يعمل كده اذا كان محترم. والنهارده سايب انجلترا
وله قيمة في إنجلترا فوق ما تتخيل سير مجد يعقوب، ويقدر يحقق اللي هو عايزه ما يحلم به، وعنده باسبور الدبلوماسي، لأن لقب سير ده هناك مش أي حد بياخده. يعني هم تقريبا حاطين حوالي 50 واحد حاليا هم اللي عندهم لقب سير، عنده باسبور دبلوماسي، بيخش في المطار في تشانل لوحده خالص من غير لا في ساب ده كله ده وعايش في أسوان عشان يخدم قلوب المصريين الأطفال. فأنا بعتقد ده ياخد اللقب المصري الأصيل اللي محدش بيعمل له، اللي بيقدم لبلده بدون انتظار عائد، وقدامه طرق مفتوحة كتيرة انه يكسب ويبقى محاضرات في كل حتة في العالم كل يوم، والمحاضرة بمئة ألف جنيه استرليني، انما ضحى بكل ده عشان مصر. نفسنا ده يكون القدوة، وده اللي نركز عليه لشبابنا، لان النهاردة الشباب كل يوم ما قدامهمش غير في البرامج غير فلان سرق وفلان خد، في فساد كبير، والفساد ده مش النهاردة، الفساد ده بقاله فترة طويلة. يمكن النهاردة عشان الميديا بدأت تتكلم وبدأت تقول، وأصبح برامج التوك شو برضو بتقول، السوشيال ميديا بيكتشف بيقول، فبانت كتيرة زي الأمراض مثلا. بس عايز أقول حاجة كمان إيجابية، يعني حياتك دلوقتي لما بتكلمني عن مثلا في اليابان بيحصل إيه لما الوزير يبقى عنده فساد، إحنا عندنا حتى هنا في مصر، يعني خلينا يا جماعة ناخد بالنا برضو إن في عندنا مشاكل طبعا، بس عندنا إيجابيات. إحنا بقى عندنا دلوقتي يا جماعة وزير بيطلع يستقيل لما يكون في خطأ حصل عنده، بيتحمل المسؤولية على الأقل، إن لم تكن الجنائية على الأقل المسؤولية السياسية بتحملها يا جماعة. لا الحاجة التانية، عندك وزير بيتحبس لما بيغلط وبيتحاكم وهو ما زال في وزارته مش بعد ما بيخرج. ده صح. الحاجة التانية برضو انا عايز اقول ايه، ان احنا دايما مش عاوزين نركز على الايجابيات، كل حتة في مرة نمسك حاجة سلبية ونقعد نتكلم عليها. يا جماعة في ايجابيات. النهاردة مثلا انا مش بدافع عن رئيس السيسي والله وربنا يعلم، لكن بنروح حقائق. النهاردة رئيس السيسي بقاله سنتين، كمية الانفرس البنية الاساسية اللي بتتعمل بالمناسبة حياتك بتحلف فيه ومش عيب انك تدافع. لا 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 معلش برضو انا ما عشان بس حد شرب ده كذا ولا كذا، انما هذا الكلام عي سنتين بتعمل بنية اساسية. هو انت تقدر النهاردة انك انت تعمل حاجة من غير ما يبقى عندك انا هقولك حاجة لسه كنا بنتكلم قبل الحديث على الفريق اسامة عسكر. اولا سينا عشان تأمنيها لازم تعمريها وتستثمر. فالفريق أسامة عسكر من فترة كده بعت ناس عشان بيبدأوا يعمروا سينا ويتنموها، فكانوا عايزين يعملوا يعني مزارع فراخ، وقال أنا عايز مزرعة نص مليون فرخ. أنا كنت قاعد مع المجموعة بتاعته، فراجل قال له قوي نص مليون فرخ قوي، احنا قادرين في ست أشهر ان احنا نعمل مزرعة بالأماكن الذبح بالتغليف بكل حاجة، لكن لما نص مليون كتكوت عايزين نعديهم قناة السويس، لو قعدوا ست ساعات على المعبر هيموتوا. انا ما اقدرش. انت فاهمه؟ اذا لازم بنيه اساسيه عشان اخدم التعمير الفتره اللي جايه، التنميه. النهارده المينا بتاع العريش بياخد مركبين. النهارده بيترفع كفاءته عشان يتعمل 20 مركب. بعديها اقدر اصدر واعمل. لكن لازم الفتره دي نستحمل واحنا بنحط البنيه الاساسيه. النهارده انت بتعملي اكبر مزرعه اسماك في الشرق الاوسط، عندك في البرولوس وفي سينا في البردويل. بردويل فيها أحلى سمك في العالم، بوري الدنيس الموسى، بتتعمل أكبر مزرعة سمكية. تقصد حضرتك أن نتائج أو ثمار ده الناس محتاجة تستنى شوية على ما نبتدي نجنيها. تستنى ما نجنيها. يعني طبيعي أن يبقى في مرحلة أو فترة صعبة أو إجراءات صعبة هناخدها علشان نقدر نعبر من العنق الزجاجة. زي ما الرئيس حتى قال. تمام. وعشان برضو الناس ما تقولش بقى أن أنا جاي دافع أو جاي أقول حاجة، ما في برضو الحكومة عليها حاجة، ان الحكومة لازم تقول للناس الدنيا دي هتخلص امتى. الشعب ده يستحمل. صح. انا مطلوب مني استحمل قد ايه؟ استحمل قد ايه بالظبط؟ زي ما احنا شفنا، زي شفنا في قعدنا احنا في احنا ايام حرب 67 الجندي اللي جاي يخرج ما خرجش، قعد 7 سنين بس كان عارف انه هيخرج بعد امتى ما نخلص حقق النصر. حقق النصر خرج. النهارده المواطن اللي قاعد مستعد يستحمل، وانا بقول لك والمواطن المصري جلد. بس قولي إن انت قولي. ابتدي احس بتحسن. احط بتحسن. انا بقى وبرضو رايي بقى عشان ما نبقاش قاعدين بنتكلم كده، انا رايي نسيت رئيس الفتره اللي جايه يعمل مؤتمر اقتصادي يقعد فيه 4-5 ايام وعلى الهوا لكل المصريين، ان شاء الله يا رب يدي اجازه للشعب المصري كله يقعد في البيت يسمع يشوف مستقبل الامه دي شكلها ايه. وكل الوزراء تتكلم، كل واحد يحط خطته. انا هخلص يا فندم بعد 3 سنين، بعد 4 سنين،
التعليم، الصحه، الاستثمار، كل ده يتحط قدامنا واقول انا هشوف عندي 4 أو 5 سنين قادمين صح. عجاف صح. انا استحمل، بس اللي ما يخلص منهم يتحاسب. انت عارف حياتك ان السؤال ده انا بتسأله كتير، الناس فاكره ان احنا كاعلاميين عندنا المعلومه، بقول لهم احنا ما عندناش المعلومه دي. ناس كتير بقابلها فعلا بتقول لي طب احنا امتى الوضع الاقتصادي هيبتدي يتحسن، امتى يعني ازمه الدولار دي هتنتهي، امتى يعني. الناس عايزه تعرف فعلا جدول زمني يا فندم وحقهم وحقها. انا قلقان، فمن حق ان انت تطمني تقول لي معلش الدنيا صعبه دلوقتي بس هتبقى كويسه بعد قد كذا لما يحصل كذا. بس يا ريان بايه؟ بخطه. بخطه مش طبعا بالكلام. طبعا طبعا ما اقولش وسوف، لا 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 الكلام ده انتهى. لا انا اعمل خطه وقدام الناس وعين عينك كده، كل واحد يطلع يقول خطته ويتحاسب بعد فتره اذا كنت هتستلم هذه المهمه وهتكملها يا وزير كذا او وزير كذا او وزير كذا في الفتره دي قدام الشعب تتحاسب. ويبدا بقى ايه يتابع الفولو اب، المتابعه كل فتره عندنا. بعد كده هتلاقي الناس كلها مبسوطه. انما الناس طبعا تعبانه، عندها مشاكل، اسعار غاليه، بحيث ان احنا نبقى في شفافيه في الخطه المستقبليه. طيب انا عايز ارجع تاني للعمليه الاخيره في سيناء. امتى نقدر نقول يعني، حتى بتقولي من شويه انه مفترض ان شاء الله هتعلن يعني او الحرب بالتاكيد هتنتهي، الحرب على الارهاب مش هتستمر للابد. احنا برضو عايزين يعني، الناس بتسال كتير امتى نقدر نقول ان اصبحت عندنا سيناء خاليه من الارهاب. بصي اولا لا شك ان في الفتره، خد بالك ان الموضوع ده احنا بدانا بيه من سنه ونص سنتين، بس قبل كده كانت الدنيا سايحه ايام الحكم مرسي، كانت الدنيا مفتوحه. وهل حقيقي ان هم مسؤولين صحيح عن عوده الارهابيين؟ بيقولوا 18,000 ارهابي رجعهم مرسي من الخارج. لا لا الانفاق كانت مفتوحه، دخلت كل الكلام ده اللي كان يعني كل الناس الدواعش دول اللي جولنا من مين؟ من سوريا ومن العراق، دخلوا عدوا طبعا وباسبورات اياها والانفاق ودخلت. لكن مصر عمر ما الجوازات بتاعتنا والامن القومي بتاعنا لا صح دخلوا من الانفاق، دخلوا من الانفاق. عربيات الدفع الرباعي اللي دخلت دي بكميات رهيبه عندنا، فهي موجوده النهارده. فطبعا كل ده اتجمع واتحط وبديتي بقى انت. لكن عايز اقول لك ايه، ان كل يوم بيبقى احسن، وكل يوم قواتنا بتقدر تكتشف وتدمر وتعمل. ولكن طبعا عايزين نقول حاجه قد تحسب للرئيس السيسي معاه او ضده، ان الرئيس السيسي شايف ان احنا مش عايزين نأذي سكان سينا، في كل مره يقول معلش دول قاسوا كتير الفتره اللي فاتت واحنا عايزين يعني. بتبقى ساعات مره كان زي ما عارف انا كان في احد القاده بتوع داعش موجودين في جامع، والجامع ده كان فيه 15 واحد بيصلي، فالاوامر نضرب الجامع بالراجل ده، قال لا وترفض. ليه؟ لان معناه انك هتعمل مشكله، لانه العدو مستخبي وسط المناطق السكنيه. انا بقعد مع اولاد كتير في الدوريات يقول لك فن بنبقى قاعدين والبنت بترعى الغنم والولد داخل مش قادر يأذي المواطن مش ولابس وبتاع مش قادرين يتصرف. فهم حاليا، ولكن هي انا بقول الموضوع ده مش هيستمر كتير صدقيني، بدا ينحسر. الضربات كانت موجعه الفتره اللي فاتت لان الحجم التخزين بتاعهم كان كتير. هما مين اللي بيمور العناصر الارهابيه والتنظيمات دي يا فندم؟ ما انت عارفه هما المعروفين التلاته اربعه. اولا حماس لها دور رئيسي في انها على الاقل بتسهل لهم. وبعدين عندك قطر، وبعدين طبعا امير قطر اتفضح للاسف لما طلع في الامم المتحده وعلنيا يعني حتى اللي كتب له الكلمه، طبعا هو ما بيكتبش كلمات، اللي كتب له الكلمه كان غير موفق، ده راح داخل فينا على طول. ف يعني فضح نفسه. النهارده عندك قطر، عندك بتاع حزب الله، عندك تركيا، كل دول متجمعين وبيدعموا الناس دي سواء فلوس سواء اسلحه سواء حتى تكنيك جديد في معلومات، لان طبعا الناس دي عشان تحصل على عشان تشتغل بتعوز على معلومات، الناس دي بتاخد منهم معلومات. فانا ولكن يجب ان نركز الفتره القادمه على تعمير سيناء. تعمير سيناء هيخلصنا من كل هذا المشاكل. ده جزء من التعجيل بعمليه من انهاء الارهاب اللي موجود في سيناء. والحاجات دي برضو كويسه، يا ريت برضو يا ريام تعزموا في يوم او تدعوا اللي هو الماسك امنيه التعليميه في وزاره التعليم. سيناء لاول مره السنه دي بيتعمل فيها 24 مدرسه. طبعا ده موضوع يمكن في ال 40 سنه اللي فاتت ما فيهاش 24 مدرسه.
في سينا في سينا السنه دي بتعمل 24 مدرسه، وده مهم جدا، مهم جدا. انت بتنشا الجيل اللي جاي اللي وبتعلمه جاي. وبعدين دايما نقول لك ايه، عايزين نربط سينا بالوطن الام. هل في حد من اهل سينا ضابط جيش او ضابط شرطه او وكيل نيابه او طبيب؟ مفيش، لان مفيش تعليم. السنه دي بدا يعملوا ايه؟ لاول مره مدارس ثانويه في سينا. اذا بعد 3 سنين هتلاقي البدو بتوع سينا دول منهم ولد دخل كليه الطب، ولد دخل الكليه الحربيه وكليه الشرطه. اذا هو ده الانتماء اللي احنا عايزينه، مش بالكلام ومش بالاغاني وسينا رجع تاني لينا، لا بالفعل. صح. الحاجه التانيه برضو اتعملت كويس في سينا، وما اعرفش انا برضو الاعلام مش واخد باله منها، انت عارفه بيتكلموا دايما ساعات زمان عن توطين البدو بتاع سينا. انت عارفه البدو روحها. الفتره اللي فاتت جم عملوا لهم مساكن 40 بيت، ظريف خد يا عم المفتاح، وحته مدرسه الفصل الواحد، وحته عياده. البدوي مش عايز كده، البدوي عايز ميه وعايز يزرع. السنه دي الرئيس السيسي قال لهم ايه؟ مفيش كده، اعمل بير الاول طلع ميه، بعد ما يطلع الميه اعمل الايه؟ المساكن واعمل مدارس. فالاول مره السنه دي البدو بتوع سينا هيستوطنوا، الولادهم هيخشوا مدارس. هنا بقى يبقى الانتماء ده بدايه الخيط، ده بدايه الخيط للانتماء. النهارده برضو القطاع الخاص، الشركه المصريه الكويتيه، الشيخه سعاد الصباح عملت مدرسه للبنات عن بتاع الحاجات الشغل المنزلي سنويه. ناصر الخرافي عمل مدرسه في الحسن سنويه. انا برضو عايز القطاع الخاص يشارك. يعني يا ريت بقى زي ما دول عملوا حاجات في التعليم، انت عارفه التنميه البشريه تعليم وصحه، صح، يا ريت برضو بقيه المؤسسات تعمل حاجات صحيه في المنطقه. بكده نقدر نقول يا ريهام ان احنا سينا دي هننميها وهنأمنها. الاول نمي وبعدين التنميه تخلق معاكي التنميه. وده مش لبس للارهاب، لا دي الحاجات التانيه في المستقبل، لان سينا هي البوابه. تأمين حدودك، حدودك طبعا. عبر التاريخ سينا هي المشكله. تمام. فارجو ان الفتره اللي جايه نركز على هذا الكلام، وما نقعدش نقول بقى بنعمل نعمل بنيه اساسيه. انت لو عايزه تاخدي شقه مش لازم تعملي اساسات للشقه للعماره طبعًا. وتحفري وتعملي مسلح يبقى انت مش شقه. فالنهارده من غير بنيه اساسيه بتعمل مفيش حاجه تعمل في مصر. تمام. طيب قريت التويته بتاعت البرادعي بيقول أنا ايه؟ انا مستاء. واحلى حاجه انا عايزه بس اقول للناس اللي ما شافوهاش، مش معقول طبعا في ناس كتير شافتها بس في ناس ممكن تكون ما شافتهاش. البرادعي يا جماعه بيقول لنا من بره، وهو قاعد بره بيقول لنا ايه؟ رحم الله كل نفس ذهبت لخالقها، بيترحم على اللي ماتوا في العمليه دي، الجنود والارهابيين. ما هو كل نفس، هو جمع كل نفس ذهبت لخالقها، ترحم على الاثنين يا جماعه، على الخاطفين والمخطوفين زي ما كان مرسي بيقول، بيترحم على الشهيد والقاتل المجرم الارهابي. رحم الله كل نفس ذهبت لخالقها، هل من عاقل يخرجنا من ظلام الكراهيه؟ احنا اللي في الكراهيه يا جماعه، هو احنا اللي في الكراهيه؟ والعنف المتبادل، كلمه متبادل دي الى نور التسامح والعيش المشترك. عايزنا نعيش مع الارهابي عيش مشترك، درءا لحريق لا يبقي ولا يذر. ايه ده؟ قولي هو طبعا انا طبعا قريت الكلام ده تويتر دي على وشفت التعليقات الكتير اللي كتبت. انا احلى تعليق اتقال ان البرادعي ما يعرفش يكتب الكلام ده، اللي كتبه له حد تاني. ولا تعليق حد تاني. حد تاني كتب له تعليق. انما الكلام حد تاني بمعنى مين يعني؟ حد مصري طبعا هنا يعني يعني بيدير عمليه الكلام اللي بيتم. انما نقول المتبادل دي كانت كلمه كبيرة. لأن محدش فينا يقبل أبدا أن يبعت ابنه عشان يأمن حدود بلده في سينا وينضرب من ابن بلده. أنا أقبل أن ابني يستشهد وهو بيدافع ضد الإسرائيليين، ضد أي عدوان خارجي جايلي، لكن من مصري تاني موجود عملية صعبة. وهو يبارك هذا الموضوع، أعتقد أنه هو يعني ما كانش موفق جدا في هذه التويتر. يعني إيه عنف متبادل؟ هو في عنف متبادل يا جماعة ما بين دولة وما بين ارهابي؟ هو الارهابي يعني انا المفروض اتعامل معاه ازاي؟ انا ما هو يا يقتلني يقتله، يعني ايه عنف متبادل يا فندم؟ انا مش فاهم اقصد ايه. بقول لك دي كانت اصعب جمله موجوده في التويته، لانه نقول ساوى بين الارهابي وساوى بين المصري البطل اللي بيدافع عن بلده.
فأعتقد دي كانت أسوأ جملة موجودة في التويتر. طيب أنا عايزة الحقيقة يعني أروح لجزئية تانية حضرتك ذكرتها من شوية، وهي الحوار اللي نشر النهاردة الجزء الأول منه للرئيس السيسي، واللي إن شاء الله في صحف بكرة وبدأت خلاص المنشطات تنزل هيتنشر الجزء الثاني منه. قولي أهم الرسائل توقفت أمامها كانت إيه في الحوار النهاردة؟ بصي، هو الرئيس أهم حاجة النهاردة أنا توقفت عليها إنه طبعا طمن الناس على سيناء، وإحنا متفقين معاه في هذا الموضوع، وقال ما تقلقوش على هذا الموضوع. الحاجة التانية الشائعات اللي كانت بتتم، يعني جت من كام يوم قالك إن مصر هتعمل قاعدة أجنبية روسية على استحالة. هو نفى الكلام ده، نفى طبعا الكلام. ما هو برضو إحنا مش كل شوية بقى إيه من هنستنى شائعة وبعدين نرد عليها، يعني برضو الأمور دي نخف شوية لأن الناس عايزة تشتغل وعايزة تمام. فدي الحاجة التانية، الرئيس قال أنه ضد الفساد. الفساد بقى كمية كبيرة في مصر حاليا، وحقيقي أنا بمعلوماتي الشخصية أعلم تماما أنه مش عايز أقول لك يوميا أو يوم بعد يوم بيقعد مع الأجهزة الرقابية عشان يتابع عملية الفساد. والفساد مش هيجي في يوم وليلة لأنه متغلغل وفي الجذور تحت، وبقوله في الجذور تحت، من تحت لفوق ومن فوق لتحت في كل حتة. فطبعا التكستم هياخد وقت كبير، انما زي ما شفنا ان عمليه الصوامع اللي حصلت فيها وهي مجلس الشعب اشترك والبرلمان اشترك ومحدش تستر على حاجه والامور كانت واضحه. انما هنا بقى في دور للمواطن، في مواطن شريف لازم لما يشوف حاجه برضو، مش كل حاجه نحمل السيسي يعني. أيوة، في مواطن شريف ومصري أصيل. يعمل ايه بقى؟ يروح يبلغ. وهناك عندك انت المكاتب بتاع الرقابه الاداريه في كل محافظه في مصر وفي كل مدينه، يطلع ويقدم الكلام ده يسلمه ويشوف هيحصل ايه. وانا بقول لك الرئيس تقريبا بيقعد يوم بعد يوم او كل يوم مع الاجهزه الرقابيه لمتابعه ملفات الفساد، وهي كثيره وفي كل المجال وفي وزارات. يعني انا اقول مش مشكله وزاره الزراعه دي الدنيا كانت، يعني مش عايز اقول لك معامله ازاي، لدرجه احد الناس والرئيس بيتكلم على على المليون ونص، فقال له سياده الرئيس انت عايز المشروع ده يمشي؟ قال له قال له بعده عن وزاره الزراعه، واتبعت بعد المشروع بتاع المليون ونص، لان لو دخل وزاره الزراعه مش هيطلع. فاللي انا عايز اقول ايه، ان المواطن اللي يشوف خطا ما يقعدش سلبي، ما يقولش بقى تويتر وفلان عمل كذا، لا اطلع في عندك مكتب للرقابة الإدارية موجود في كل محافظة، اكتب ورقة وحطها وسيبها وانشي وتأكد انهم هيشوف كلام ده. وده هنا بقى الدور الإيجابي للمواطن، مش ان احنا نتفرج ونسمع وما نجيبش سيرة، ده مهم جدا. تمام. الرئيس كمان لما كان بيتكلم في حواره كان بيقول ان هو عايز يقول للشعب اطمئن، لان عندك جيش قادر ان هو يحمي بلدك ويحمي الاشقاء. انا عايزة حضرتك كرجل ذو خبرة عسكرية واسعة تحللي العبارة دي. طيب، المقصود منها؟ انت قلت موضوع هايل يعني، وكان لازم نوضحه للناس. الرئيس السيسي اتخذ قرار من حوالي فترة ولا حد في مصر خد باله منه. انا يومها بالليل اقسم بربي انا ما نمت طول الليل وقاعد متسمر طول الليل خايف لبكرة الصبح يتخذ هذا القرار اللي انا ما كنتش عايزه. الصبح كلمت قالوا لي لا. كان ايه هو القرار؟ أن الدول العربية والسعودية والإمارات طلبوا أن مصر تخش في التحالف اليمن بقوات برية. الرئيس السيسي ما وافقش. حد في مصر اداله كريدت وقال له برافو عليك يا سيادة الرئيس أنك أنت ما خدتش هذا القرار؟ ده كانت تبقى مصيبة. وعلى فكرة لو رئيس السيسي كان اتخذ القرار ونخش مع قوات التحالف وبالقوات العسكرية في اليمن كان في مطبلاتيه كتير هيطلعوا تاني يوم بقى ايوه واحسن قرار. انما هذا القرار بعتقد انه من احسن القرارات اللي اتخذها الرئيس السيسي في السنتين اللي فاتوا اللي موجوده، ان لم ندخل مصيده اليمن مره اخرى. انا حاربت في اليمن كان 17 سنه وظابط صغير ولسه وروح وحمى اولاده طبعا وحمى عدم ارسالهم ممكن بقى يقول لك ايه هندفع لك الفلوس والتكاليف، انما ما وايه هذا القرار كلفه كتير بنا تعليق وما ينفعش، لان هي مصر الاساس، مصر هي المحور بتاع كل حاجه. كتيبه طلعت من السودان وبتاع وكام طياره من المغرب، هو قال هنشترك بطيران
او قوات بحريه، انما قوات بريه لا، واعتقد ده يتحسب. لكن تعالي بقى الناحيه الثانيه، اذا النهارده لما المملكه العربيه السعوديه اتهددت هيطلع بالقوات وهيخش، لانه هيدافع عن بلد عربي صديق. اذا كنا هم بيقفوا معانا في وقت الشده الاقتصاديه احنا هنامنهم، خاصه الفتره اللي جايه ريان فتره عصيبه عصيبه. ليه؟ اوباما كرم الله وجهه عقبال ما يمشي بقى عمل الاتفاق الشيخ اوباما الايراني الامريكي النووي، وفيها اتفق مع ايران ان ايران هتوقف العمل النووي في خلال الفتره القادمه، وبالتالي طبعا هذا الموضوع اضر بالعالم العربي تماما وخاصه دول الخليج. لما جاي يتفق دول الخليج كانت طالبه منه ثلاث مطالب. المطلب الاول ان ايران توقف دعمها للارهاب، ما حصلش، تتعهد في الاتفاق ما حصلش. ان ايران تتعهد بحقيه الامارات في الثلاث جزر، ما وافقتش. الحاجه الثالثه ان ايران تعترف بالحدود الحاليه لدول الخليج، ما وافقتش، وطلع الاتفاق. اوباما اضطر يجيب الدول العربيه عنده، رؤساء اللي هم مجلس التعاون، مفيش غير اثنين راحوا له والباقي ما راحش. اضطر هو يروح من شهر يحضر جلسة عشان مجلس التعاون العربي عشان يطمنهم. إنما هذا الكلام لن يتم. خمس سنين اللي جاي وأنا بقول لك على 2025 إيران هيبقى عندها قنبلة نووية. أول ناس هينضروا في المنطقة دول مجلس التعاون الخليج. الخليج طبعًا. أولهم السعودية، كلهم هيبقى إيران عندها النووي وإسرائيل عندها النووي. بمناسبة إسرائيل، وده آخر سؤال طبعا للأسف الوقت جري بسرعة، لكن آخر سؤال بمناسبة إسرائيل صحيح، فسر لنا طبعا ست اللي هو بعد إذنك موضوع ال 38 مليار دولار منحة اللي أمريكا بتديها دلوقتي لإسرائيل، وده مردوده علينا احنا هنا يكون إيه؟ بصي، هي القرار ده قرصت ودن مصر. ليه؟ احنا كنا بناخد اولا طبعا بعد ما اتفقيت كامب ديفيد واتفقيت السلام، وفي منحه مصر في منحه، وارجو بس نوضح للناس ان المنحه دي ما هياش من ضمن الاتفاقيه، ما هياش بنود الاتفاقيه، لان ساعات الناس لو وقفوا المنحه يبقى الاتفاقيه باظت. لا، دي كانت مكافاه لمصر واسرائيل انهم وقعوا اتفاقيه السلام. خلاص، فبالتالي احنا كنا بناخد 2.2 واسرائيل 3.8. هم جم السنه دي عملوا ايه؟ من 2018 مصر هتاخد بالسنه، اسرائيل ادوها بالعشر سنين. ده معناه ايه؟ ان ممكن تاخد صفقه اف 16 لان عندها 38 مليار، احنا ما عندناش غير 2.2، ما تقدرش. انت يا دوبك بتاخدي مليار و2 من عشرة للحاجات اللي بتقطع الغير، لكن هم ادوهم ال 10 سنين على بعضهم فاضطروا يستخدموهم مره واحده، احنا لا. فدي كانت قرصه ودن لنا خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك، خلينا نقوله برضو ولو مهما يحصل ان شاء الله مصر باقيه تحيا مصر. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء سمير فرج، مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق، شرفتنا. بشكرك جدا على هذا التحليل، دايما بسعد بوجود حضرتك معنا يا فندم. اشكرك. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير. مره ثانيه كل التعازي لاهالي الشهداء الابطال المصريين. بكره اشوفكم، تصبحوا على خير.